السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده راديو جرونديج، الموديل بتاعه ساتلايت 6001 ترانزستور. الجهاز ده صنع في ألمانيا. وزن الجهاز 6.5 كيلو. عرض الجهاز 43 سنتي في ارتفاع 15، في عمق 10 سنتي، متعدد الموجات. ونشوفه مع بعض. This radio is Grundig radio multiband FM and AM and SW. Made in Germany. أكتر من 10 مرات. وخلف من الأولى المصرية 4 بنات، هما فرفش وأسرار وتحفة وجلاء، وتلات أولاد الجزاوي وعمار ومصطفى. الإخبارية، وفي نهاية الفترة كالمعتاد نوافق. الجهود المبذولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها. عالميا أعرب وزيره فريق فيوتشر. لرحلة الإعدادية، فاشتروا لي بنطلون وقميص. مصر كانت والهند قبل ما يزورها الرئيس. قدامهم اتنين، 4-1-3-2 بيلعب بناصر ماهر، بيسمى يعني بإله القطط. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينال اعجاب حضراتكم. ده راديو جروندج، الموديل بتاعه ترانزستور ساتلايت 6001، صنع في المانيا، متعدد الموجات. زي ما قلنا وزن الجهاز 6.5 كيلو تقريبا. عرض الجهاز 43 سنتي في ارتفاع 15، في عمق 10. ان شاء الله الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. نتقابل في فيديو جديد. شكرا. This radio is Grundig radio multiband FM and AM and SW model satellite transistor 6001 made in Germany. Thank you.